طيب تتفق او تختلف انه جنوب افريقيا والجزائر لعبوا دورا في اقصاء المغرب لفتره ما من الاتحاد الافريقي؟ يعني أولا إحنا لازم نبقى حريصين، لأنه في الأول في الآخر إحنا مصر، طبعا فمصر دورها إنه التقريب صحيح. كويس. النقطة إنه المغرب لحسابات خاصة بيها وقرار سيادي في لحظة ما قررت إن هي تنسحب، وفي لحظة أخرى ما قررت وفقا لحساباتها وقرارها السيادي إن هي تعود مرة أخرى إلى أفريقيا. في المقابل الجزائر وجنوب أفريقيا ليهم موقف، هما بيعلنوه. خلينا نركز على الجزائر، بتقول إنه بما معناه إنه قضية الصحراء والبوليزاريو هو انه حق تقرير المصير، وانه الجزائريين احيانا بيقولوا ان دي اخر استعمار موجود في افريقيا. انا بالنسبه لي كمصر انا احب اقرب، يعني بنتهز الفرصه دي وبقول انه الجامعه العربيه عليها دور مهم، انه هذا اللغم وهذا التوتر اللي موجود ليه عقود لابد من انه العالم العربي يتحرك علشان يجد تسوية وحل عربي. احنا طول الوقت بنشتكي بنقول لا نريد لأحد انه يتدخل في شؤوننا الداخلية، صحيح. العرب قادرين على حل مشاكلهم، الأطراف الخارجية عليها ان تمتنع. أنا بشوط الكرة في ملعب النخبة العربية والسياسيين العرب وبقول لهم أدي قضية مرشحة إن هي في أي لحظة إن هي تشتعل، هل إحنا ننتظر حتى يجي الأجنبي علشان يحل هذه القضية ويتدخل ويزيد مشاكلنا مرة تاني، ولا إحنا المشهد اللي أنا ما بحبوش اللي إحنا شفناه والتوتر والكلام اللي هو مش ظريف احنا مش عايزينه، لابد من التدخل لحل هذا الموضوع. والنقطة التانية انه احنا كعرب وكأفارقة ان احنا علينا ان احنا لا ننفخ في الموضوع، لكن الواقع بتقول انه للأسف الشديد عودة المغرب هي بداية لنوع من الصراع الجديد حوالين قضية الصحراء.